خايف من المنتخب الكويتي لاني تابعته وخايف من هذا اللاعب تحديدا. اول غلطه والله ما غلط، تعطي الكره فهد، فهد مراوغات مر مر يا الله يا الله. ايوه الهامسون، ايوه الهامسون، هذا كريستيانو يا الله. فهد، فهد العنزي يسوي اللي يبغى، يسوي اللي يبغى. هذا راح تشوفه بعدين مع العين مع الهلال السعودي. Everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know. But no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it. يا سلام يا لعيب، مباراة مبدع فيها، مبدع فيها فهد العنزي. So status but still even in starstruck, humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living. فهد العنزي الان المتألق. يا سلام يا سلام، ياهو ياهو، لعب في الجهة اليمنى، ياهو الان يلعب بشكل ممتاز. المنتخب السعودي يبحث عن نفسه. يا سلام يا لعيب يا لعيب، ارحمنا يا فهد، ارحمنا من هذه الحركات. لعب على مستوى عالي، أداء على مستوى راقي، وتألق غير طبيعي من اللاعب الغير عادي، من اللاعب الغير عادي دورة الخليج، اللي بالتأكيد لا ننسى فضل هذه الدورة في إبراز العديد من الأسماء. وبالتأكيد فهد العنزي هو أحد الأسماء الجديدة، هو أحد الأسماء الجديدة اللي راح تبرز في هذه البطولة. تامر مولد، فهد الان ممكن يعدي، عدم الاول، تخلص من الثاني، فهد يحاول، فهد ممكن يتقدم. يا سلام على التمرين. يا سلام يا سلام يا جماعه، هذا اللاعب ما هو عادي. في كل كره يعدي، في كل كره يستلمها لازم يعدي. يا هي مهاره، يا هي موهبه، هذه المره بالكعب. سجلوه سجلوه يا جماعه، سجلوه، من النجوم، سجلوه في التاريخ، من الموهوبين. ياهو عامل ازعاج، ياهو عامل صداع، صداع بالنسبه للدفاع السعودي. اللاعب فهد العنزي ابي يبغي له لاعب ما يتقدم ابدا، ما له ميول هجوميه ولا تروح فيها.